هنا أحد أهم المتاجر قيمة في مدينة الموصل، وتحديداً في المنطقة القديمة، متجر فدعم أبو محمد للمقتنيات الأثرية والتراثية، مقصد مفضل لهواة جمع القطع الأثرية. صاحب المتجر قضى أكثر من 30 عاماً في جمع واقتناء هذه التحف الفنية بمكان واحد. والله بدت يعني بدت من 96 هوايتي تسلبت بهذه الغراض الانتيكات القديمة. اكو يعني مثل قلت لك شغلات انتيكات قديمة وظلت هوايتي بها يعني وظلت اجمع بها من 96. يعني انا بالاصل تشايشي، يعني كنت اجمعها بالمقهى مالتي يعني، وجو يعني ناس علي مثقفين ومحامين وكثير من الصحافة جتني وشحت الانتيكات وقالت هذه ليش ما مثلا يعني تفتح لك مثلا محل. تمتاز القطع التي تزين متجر أبو محمد بأنها نادرة ومميزة، حيث جمعت من دول مختلفة وليس من العراق فقط. أكو مثلا قلت لك أثريات مثلا نستعمل الفضة مثلا الشغلات القديمة، مثلا أكو مثلا دلات هاونات نجمع يعني أي شيء قدامنا نبيعه ونشتري، مثل الساعات القديمة من الجرس من النصب، الساعات التكويك وساعات اليدوية. إذا دقق بالغراض يعني كل واحد دولة، يعني كل قطعة مثلا من دولة، إذا دقق من مثلا جنوب أمريكا، جنوب أفريقيا، من السودان. واجهت مقتنيات أبو محمد خطر المصادرة والتدمير إبان الحرب على تنظيم داعش في الموصل. أنا بهاي الحالة انجبرت جمعتهم الغراض بمكان واحد وضميتهم، يعني شبه دفنتهم يعني، لأن قلت لك هذا شق عمري وتعبي ما بالسوالف، لأن قلت لك قطعة قطعة جمعتها ما بالسوالف أفرط بيها. يعني أكو شغلات يعني أغلى من البشر كان يحاسبني عليها. جمع الأنتيكات أو القطع الأثرية النادرة يمثل مصدر شغف ومصدر رزق لأبو محمد في آن واحد.